السلام عليكم يا باشمهندسين، هنبتدي نتكلم بقى عن ازاي نقدر نحل مسألة بتاعة solids، ازاي او هتيجي ازاي وانا هقدر احلها ازاي. المسألة بتيجي عموما منقسمة لثلاث اجزاء، اول جزء فيها ان انا امثل الشكل بتاع السوليد، تاني جزء فيها ان انا اقطع الشكل ده بمستوى معين هو هيديهوني، تالت جزء فيها ان انا اعمل development للشكل ده او ان انا اعمل افراد للشكل ده. طيب هنتكلم في الاول ازاي نقدر ان احنا نمثل الشكل ده ونجيب البروجكشنز بتاعته. فالكلام ده هيحصل ازاي؟ لازم احدد الاول انا الشكل بتاعي عبارة عن ايه، فهو بريزم، بيراميد، سلندر، كون. فابتدي اشوف الاول المسألة اللي هو مديهاني عبارة عن ايه، وطبعا هيكون محدد لي لو مثلا بريزم هيقول لي هو بنتاجونال بريزم ولا هيقول لي شكله عبارة عن ايه. اخر حاجة المفروض ان انا ابقى محددها او هو هيبقى قايلها لي، هو هيقول لي ان هو رايت ولا اوبليك علشان اقدر احدد انا هشتغل على الحالة الرايت ولا هشتغل على الحالة الاوبليك. فمثلا لو احنا هنتكلم دلوقتي على الشكل الرايت وهنقول ان احنا عايزين نرسم بنتاجونال بريزم، رايت بنتاجونال بريزم، يعني عايز ارسم منشور خماسي قائم. فانا كده عرفت ان البيز بتاعته قائمة، وعرفت ان الشكل البيز بتاعته خماسي، وعرفت ان هو شكل قائم. تمام، بعد ما بوصل لمرحلة ان انا عارفة الشكل اللي انا عايز ارسمه، انا ببتدي افكر انا هعمل ايه بعد كده. البيز بتاعتي دي شكلها عامل ازاي، المحور بتاعي عامل ازاي، ده الاساس في الموضوع. عايزة ابتدي احدد الاول شكل المحور بتاعي عامل ازاي بالنسبة للمستويات الاساسية بتاعتي. انا عندي حالتين لازم احدد الاول انا في انهي حالة فيهم. الحالة الاولانية ان البيز بتاعتي او المحور بتاعي يبقى عمودي على مستوى من المستويين، الهوريزونتال او الفيرتيكال. في الحالة ان هو يبقى عمودي هنبقى بنتكلم في الكيس اللي هي الديفولت قوي اللي احنا كنا اتكلمنا فيها في assignment 2، اللي احنا رسمنا بيها كل الاشكال بتاعت assignment 2. طيب في الحالة دي انا بستفاد ايه لما بيبقى عندي المستوى بتاعي او المستقيم بتاعي المحور عمودي على مستوى من المستويات الرئيسية اللي عندي، وليكن مثلا ان احنا هنتكلم ان هو عمودي على المستوى الافقي. فلو هو عمودي على المستوى الافقي معناها ان البيز بتاعتي موجودة في المستوى الافقي او موجودة في مستوى بيوازيه، فمعناها ان البيز دي لما هتيجي تنزل في المستوى الافقي هتنزل حقيقية. وتاني حاجة معناها ان المحاور المستقيمات اللي عندي من فوق، لو انا بتكلم في بريزم فبتكلم ان كل الايدجز بتاعتي هتبقى اطوال حقيقية وكلها هتبقى مستقيمات اللي هي في حالة خاصة زي اللي احنا كنا بنقول عليها في الهرم، بس في الهرم كانت في المحور بس، اللي هو المستقيم الفيرتيكال اللي هو بيبقى من فوق ترو لينث ومن تحت هيبقى نقطة. لو عايزين نوضح الشكل ده ك 3 دي مثلا، فاحنا بنتكلم لو ده البريزم اللي احنا بنتكلم عليه، فالبريزم ده انا هستفاد منه ايه؟ لو انا عايزه اجيب المسقط الافقي بتاعه فكاني ببصله من فوق، فوانا بصاله من فوق انا شايفه البيز اللي فوق منطبقه على البيز اللي تحت وهتنزل بشكلها الحقيقي، يعني ده مربع، المربع ده هينزل في الافقي حقيقي. تمام، طيب لو انا بصلها بقى كإليفيجن، لو انا عندي الشكل عامل كده، لو انا بتكلم ان انا الشكل بتاعي كده، طيب انا كده استفدت ايه؟ لما اجي اجيب الفيرتيكال بلين بتاعه، الفيرتيكال بروجكشن سوري بتاعه، هيبقى عندي الخطوط دي كلها ظاهره باطوالها الحقيقيه. الخطوط اللي مش ظاهره باطوالها الحقيقيه هي الخطوط دي اللي هي الخطوط بتاعه البيز اللي انا اصلا هجيبها من البيز اللي عندي، بس الارتفاعات اللي عندي دي هتبقى كلها ارتفاعات حقيقية. تمام، طيب ارجع اكمل. لو انا بقى عايزة ابتدي اشتغل على الشكل ده، انا لو حددت ان انا في الكيس الاولانية اللي هي هنتكلم عليها في الفيديو ده اللي هو الكيس المحور بتاعي عمودي، يبقى انا خلاص هبتدي اتكلم في ان عايزة اشتغل على شكل موجود البيز بتاعته تحت شكلها حقيقي ومن فوق الارتفاعات بتاعتي كلها حقيقية. تمام، طيب لو انا قلت زي ما قلنا ان احنا عايزين نرسم رايت بنتاجونال بريزم، تمام، فهبتدي اقول ايه؟ هو هيبقى مديني معلومات عشان ابتدي اشتغل بيها. طيب المعلومات دي بتقول لي ايه؟ هبقى مثلا عندي بوينت A وهيبقى عندي بوينت B،
وساعتها ابتدي ارسم البنتاجون بالشكل او بالطريقه اللي احنا عارفينها. فهبتدي ارسم الشكل بتاع البنتاجون بالطريقه اللي احنا عارفينها العاديه خالص، اللي هي بكل الحاجات اللي احنا كنا متفقين عليها قبل كده، اي بي سي داش دي داش اي داش. طيب بعد كده هاجي اجيب البيز بتاعتي فوق، لو هو قايل لي ان البيز بتاعتي موجوده في الهوريزونتال بلين يبقى انا كده خلاص عارفه ان كل الدبل داش هيبقى على خط الارض. طب لو قال لي ان هي موجوده في مستوى بارلل للهوريزونتال بلين يبقى انا ساعتها خلاص عارفه ان هي هتبقى موجوده في خط موازي لخط الارض. طيب انا هفترض مثلا ان هو قايل لي ان هي على خط الارض، فهطلع من كل دول لفوق اجيب البيس في الدبل داش، ادي السي دبل داش، ادي البي دبل داش، ادي الدي دبل داش، ادي الاي دبل داش، وادي الاي دبل داش. هيبقى مديني الهايت بتاعي، هيبقى مديني الهايت مثلا بستة. طيب انا هستفيد حاجة بالهايت تحت؟ لا مش هستفيد، لان انا اوريدي احنا اتفقنا ان البيز اللي فوق هتبقى منطبقة على البيز اللي تحت. فانا هاجي جنب كل واحدة من دول اقول ان هي دي الاي 1 داش، البي 1 داش، السي 1 داش، الدي 1 داش، الاي 1 داش. طيب من فوق هبتدي بقى استفاد بالارتفاع، هاجي احسب الارتفاع ده، انا الارتفاع بتاعي 6، فهاجي من عند خط الارض اطلع مسافة 6 واعمل خط. الخط ده هيبقى هو اللوكس لكل النقط بتاعت البيز اللي فوق. طيب اجيبها ازاي؟ هطلع من هنا خط عمودي، من هنا خط عمودي، من هنا خط عمودي، نفس الكلام من كل النقط دي. فهجيب هنا نقطة السي دبل داش، من هنا البي دبل داش 1، السي دبل داش 1، الدي دبل داش 1، الاي دبل داش 1، الاي دبل داش 1. يبقى انا كده جبت شكل البريزم اللي هو طالبه مني. ده في حالة ان هو بقى رايت، وفي حالة ان هو الاكسس بتاعي عمودي على الهوريزونتال بلين. نفس الفكرة لو كان الاكسس بتاعي عمودي على الفيرتيكال بلين كان هيبقى نفس الشكل بس هيبقى معكوس، كانت هتبقى البيس بتاعتي موجودة في الفيرتيكال بلين والشكل ده هيبقى موجود في الهوريزونتال بلين. مش هتفرق في اي حاجة خالص، هي الكونسبت بتاعها واحد. المهم ان انا في الكيس الاولانية اللي هي المحور بتاعي عمودي على مستوى من المستويين اللي عندي اللي هو الهوريزونتال بلين او الفيرتيكال بلين. تمام. اخر حاجة بحتاج احددها في الشكل ده زي ما احنا كنا متفقين قبل كده هي الظاهر والمختفي، ايه الحاجات اللي انا شايفاها وايه الحاجات اللي انا مش شايفاها. فانا دلوقتي لما اجي ابص على الشكل ده من فوق انا اكيد شايفه البيز اللي فوق كلها، والبيز اللي فوق كلها مغطيه على البيز اللي تحت كلها، يبقى الشكل ده كله عندي هيبقى ظاهر. طيب بالنسبه لفوق اتفقنا قبل كده ان انا بحدد كل اللي بره عندي ده ظاهر، كل الخط ده مع ده مع ده، كل الاطار اللي بره ده كله ظاهر. طيب باقي لي ايه جوه؟ باقي لي الاي والدي والبي. بعمل ايه عشان اعرف ايه اللي ظاهر فيهم ولا المختفي؟ ببتدي ابص من هنا، هبص من هنا انا شفت مين فيهم الاول؟ شفت الدي، يبقى الدي هي اللي ظاهره، والبي دي هتبقى خط داش، والاي دي هتبقى خط داش. يبقى انا المفروض النقطتين دول هما الخطوط بتوعي الداش. كده يبقى المساله خلصت لو هو بس تمثيل وفي الحاله الاولانيه.